السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. اليوم غتجي عندنا واحد السيدة متتبعة ديالنا، تصاحبات معنا ولات عزيزة على أمي بزاف، وجاية مسكينة بغات تعزينا في مرات خويا الله يجيها الخير، وبعيدة بزاف، ضربات أكثر من ساعتين ديال الطريق. جيت هنا عند مازاغان، واحد الجزار كاين حدايا في بورغو بالاسو، قلت ليه لقيتو تيجمع، قلت ليه عافاك عطيني شوية ديال اللحم يكون زوين. جات معايا تمي، قالك ديال الكتف ها هو هذا عندي زوين، ورا دغيا تيطيب. ايوا صافي، وحنا نجيبو منه واحد شويه، نتوما غتشوفوا معانا. غنمشي للدار والليل غنديه وغادي نخليه حتى الصباح، وعاد باش غادي نوض باش ندير الغدا. هنا يلا فقط صافي، مشيت غسلت حالتي وانا نجي نيشان الصاله. هنايا كنحل في الصاله هي الاولى، خليت الكوزينه وغادي ندوز نيشان المطبخ. اول حاجه غادي نبدا بيها، راكم كتعرفوا الحاجه اللي كتشد الشغالات كاع في العراضه وفي الضياف وداك الشيء هي الخبز. نبعد على ما كانوش لايد ولا شي حاجه كثيره ديك اللي كتوجديهم في الليل، غادي ندير الخبز ديال الدار ضروري. غادي يجيو عندنا الناس خاص الخبز يكون مع الماكله، ملي غطيب دونك غنعجن هنايا. صافي خليتها باقا ناسا هي وجاكمو، وانا جيت هنايا البقيق هو كيما شفتوا معايا الدقيق الحرش، وغندير فيه واحد شويه ديال الخميره لان باقي الحال. يلا يخمر على خاطره، ما تفكري قلت نصبخ هي الاولى نحيدها عليا. غنخوي هنايا غير الماء الدافي على هاد الخميره، وغادي نحاول نجمع العجين بواحد شويه ديال الملح، ولكن مول اللي غادي تنصب مول اللي غادي ندير الطاجين دونك غادي ندير ليها الخبز مسوس. مازال طيبت هنايا تندير شويه ديال الملح في الخبز وشويه في الماكله باش تيجي داكشي متوازن. هي امي يديها شويه كتملح، دونك ملي غنخليها تملح دير دبر راسها داكشي اللي بغات. انايا غادي ندير الملحه في داك الخبز ديال الضياف ديالنا اللي غناكلو، ديال امي غنديرو ليها مسوس. صافي وغادي نجمع هادشي كله كيف ما غتشوفي معايا اليوم. هاد المهم هذا راه خليته لها هي مسوس ما فيهش الملح، وهذا هو فيه الملح عادي. صافي غنجمع كلشي مزيان بعد ما تدلك ليا العجين. ها هو هذا اللي فيه الملح، هو غطيته هنايا واحد بلاستيكه، هاد الاخر حتى هو خليته هنايا. هنا خلينا العجينه وغادي ندوزو القوق. هانتوما القوق تنشدو امي هكا تتحيد لي كاع دوك الجنيبات ديالو، تتبقى لي غير هاد الجهه الرطبه صغيره، وغادي تحيد لي عاوتاني هادشي الغليظ اللي هنايا شويه تتقوشش ليه لان طري زوين. صباح الخير امي. صباح الخير. كي صبحتي؟ صباح الخير على المشاهدين. لاباس عليك؟ لاباس عليكم. الحمد لله لكتي على خير. مازلنا مقلوب نايضين مقلوبين. ما بغاتش تفطر قالت لي بلاتي يلا شربت الدواء. والله ما بغات تفطر على بطايبيطا. هاي غطيت عليها وخليتها هنايا، خليت الفطور قلت بلاتي حتى تبغي تفطر عند الفطره. ايوا قلت راه نضيعوا الوقت في هاد القوق بين ما كملناهم. غنخويو ليهم هنايا من الزغب، نحيدو ليهم هاد الشيء هاد الزغب هذا اللي فيهم الداخل، وغادي نخليهم. انا كيتباع هكا ولكن احسن نصايبوه في الدار. صافي امي هذيك تاهي قطعها، حيد ليها داك الشيء. هانتوما تتشدوا القوقه تتحيدوا ليها هذا هكا، وتتبداو تحيدوا ليها هذا هاد الاولانيين تتجرهم هاك الموس، تتبداو تجرهم هاكا. نوري لكم الطريقه اللي بغات تعرف هاد التحتانيات هاكا. هادو اللي هنا تتشدوا بصبعكم من هنا باش ما تتجروش كلشي، ها باش تخليو هاد الشويه هادا شفتو. راه كاين اللي تيجر هكا تيديها كامله، هانتوما شفتو انا ديتها كامله بقات هنا خاويه بلاصتها، ما تديوهاش غيبقى لكم هاد الشويه لان طايب داك سميتو زوين هذاك القلب ديالو ديال الورقه تيبقى هكا. ندير لها هكا كلها صافي. ملي تنحس بها بدات تترطب من هنا ما بقاش فيها، عطيني امي داك الموس. صافي تنقطعها ونحيد لها هاد الشيء هذا. صافي عاد نحيدو ليها بهاد الشكل هذا، تنجيب واحد المعيلقه وتندير لها هكا شوف من الداخل ديالها. كاين اللي كاع ما تيعرف ينقي القلب. ايوا داكشي علاش تنوريو ليهم الفيديو، كاين اللي ما تيعرفش. شتي تتولي القوقه. صافي غنقي ليها دابا عاوتاني هنايا هاد الشيء اللي رقيق هكا. هنايا نحيدو هاد الشيء اللي قاصح غادي يتكال اذا راه نجي في الفم باش ملي باش يتكال كله، ملي تحطوه يتكال كله. صافي وها القوقه ديالي واجده. ندير لها الحامض اكثر من داك الموس. تندير لها الحامض هنا، نعمرها بالحامض من التحت كلشي، تنوضعها هنايا في الماء. ها قعدوا اللي درتها شفتو. صافي
امي راه شدات هذاك العود حتى هو ما سخاتش به، راه هي تتنقي فيه حتى هو، مع تيكون حتى هو رطب زوين. امي كملات القوق، هي ثاني قالت لي جيب لي واحد جوج بصلات ها هما شفتهم ليها هنايا، داكشي ديال المغرب، تفرش ليها شي فونه وتتنقي تحط هنايا. اللحم ها هو امي، بسم الله شوفي معايا هاد اللحم باش نغسلوه. قالت لي لا يكون شارف ولا شي حاجه وي يتعطل علينا في الغداء ولا شي حاجه. شوفي امي بسم الله باش غنغسلو. ها انت كيبان لك هاكا دير حط هنا، حط في الطبسيل هيا غتشدو غتفتحو شويه غتفلحو باش يدخلو الطياب. وخا القزار قال لي سير طيبيه لا طاب ليك، قال لي القزار ديه طيبيه راه غيطيب لك بالزربه، لا ما طابش جيبيه ليا ما تخلصيش دابا، قال لي سير ديه هكاك. امي تتشرط فيه هكا غتفلحو بهذا الشكل هذا. واش غنديرو ليها امي؟ واش غندير لي؟ اش ديري دابا ملي غادي نديرو في كوكوت؟ خلي زيد من بعد دير فيه فقط موس والملح صافي، خليه فوق على الدخل نصفوه طابعا نديرو ليه نقليه في الطازي. ايوا صافي. المهم الطريقه اللي شاكه في اللحم وعارفه راسها غيجيو عندها الضياف ولا شي حاجه واللحم يكون كبير ولا هكا، دير ليها الطريقه. غندير ليه شويه ديال الماء وعصاي سيدنا موسى ومليحه وغنخليه واحد نص ساعه شحال تقريبا. المهم غندير هنايا وغادي نقول لكم. ها انت امي انا غسلت لك اللحم، ها هو ها عصاي سيدنا موسى جبتها لك الملحه هيا. انتوما شوفوا امي اش تدير، نخوي لك الماء دير ولا الملحه هي الاولى؟ دير الماء دير الماء. انتوما شوفوا معايا قولوا لي انت شحال. اه نزيدك ولا بركه؟ بركه. انتوما درت جبانيه هكا هذه عامره، وغنسد عليه دابا في كوكوت وغادي نخليه يطيب. امي نقات البصيلات القوق موجود وغنمشيو نفطروا عاد نرجعوا لهذا الشيء. هنا صافي فطرنا، امي هي تترقق في البصله انتوما كيفما تشوفوا، دارت جوج بصلات هي رقات هنا وحده ونص بقى لي هذاك النص، دارت هنا شويه ديال الربيع غسلاتو وجداتو، القوق ها هو مازال هنا في الماء، جاكومو ها هو تا هو خدام تيدير في القوق ديالو، هاك تينقي القوق حطيه تا هو تما راه تيقسم على جوج وتيعاود يحيد لي هذاك الزغر الدخلاني ديالها. انا شطرا واحد المقله هنايا كوكوت راه باقا خدامه، غندير لي واحد شويه ديال السبيناتش، قالك ديري ليا السبيناتش بالطريقه ديال البقوله. غسلت هاد الشويه اللي بقى عندي هو درتو هنايا وغنخليه يدبل وغندوز دابا باش غندير ليه العطريه ديالو. هنا على بال ما يوجد ليا السبانخ غطيتو، كنجيب واحد المقله وغندير فيها واحد الشويه ديال الزيت هكا نشعل عليها سهله، وغادي نجيب واحد جوج فصوص ديال الثوم وغادي نحاول نحكم هنايا في هاد الزيت هذا. الثوم تشحر تما، وهنا عندي غير الزيتون مرقداه في الدار ديال هاد العام الجديد ها هو، تقيده ليه العظم وداك الشيء وصايباه في الدار مشاركاه معاكم شحال من مره. وغادي درت بزاف دايره فيه واحد واحد مزيود ديال الفلفل الحار، وغادي نشدو وغادي نحاول نديرو هكا دوائر بهاد الشكل هذا. غنقطعو كله وغادي نرجع للثومه لا تحرق ليا، نمشيو عند امي. امي حيت شويه ديال الربيع نزلك لا بغيتو وغنديرو هنايا درتو في غنديرو في سباني خمر ونقص عليها البوطه، غندير معاه شويه ديال المليحه وغندير معاه الحامض هكا، ونقطع نكمل انايا هاد الزيتون هذا وغادي نضيفو ليه وناقص عليه البوطه دابا. هنا تتكون دبالت ليا واحد شويه هاديك التومه، غادي نضيف ليه الكمون شويه ديال الكمون هكا شويه ديال البابريكا ها ممكن يضيفو، وغنضيف هاد الزيتون هذا هكا شكل، غنخلط ونشوفو السبانخ ها هما كامله ما درت حتى شي حاجه. صافي غنطفي عليهم دابا نخليهم هكا، ونطفي الكوكوت على امي ها هي. امي نطفي على الكوكوت ها خليها تنفس، ديرها مقاد نتعمرو بالراجل الخير العجينة ها العجين ها ديال امي ها هي مخصوصة، هادي راها نفخت وهبطت شوية، انا غنبدا دابا نطيبها غندير هديك السبانخ وندي نقرصها. صافي تنشد هاد السبانخ تنديريها واحد التقطيعة خفيفة منرقبوش بزاف،
من الفوق ما نقيش المقلة صافي. وغادي نضيفو دابا لهاد الشرموله هذه اللي درت هنايا بهذا الشكل هذا، نهزو ونوضعو هنايا وغادي نخلط كلشي ونشعل عليهم. نقاس عليه دابا ونخليه هنايا يلقاو السلطه مع بعضياتهم، وغندوز العجين مباشره لان خمار ليا صافي. هنا تنجي العجين تنجبها واحد الطابه على تحت امي باش ما يلصقش ليا، ما غاديش ندير فيهم الدقيق هما فهمتيني، غندير على تحت باش ما يلصقوش ليا. لا لا ما زوينش، في واحد المواد خايبين امي صافي. تنجي هنا بسم الله وتنبدا نهز، كنهز المقياس ديالي هكا وتنفندهم في هاد الزرارع هادو اللي عندي هنايا، فيهم الشوفان، فيهم زريت نواط الشمس، فيهم الخشخاش، فيهم كاع كلشي البودور. تنهز من هنايا وتندور فيهم. تخلطه مع الدقيق؟ مع الدقيق؟ ليش؟ دابا تنديرهمش مع الدقيق ما نكذب عليك صافي. غنحط هنايا هكا غنستعمل هكا تنكمل هاد الكمية. درت لك امي الخبز مسوس، درت لك الخبز مسوس اليوم، عرفتك مطيبة تيا غتكثري الملحة. قولبتك امي اليوم كون تنطيبة انا تنعرف القياسات، ملي مطيبة تيا اليوم عرفتك غدير الملحة. ما درت ملحة، ما لحقت ملحة. غديري اللي بغيتي، درتيها في اللحم قالها مازال ما درتيش. امي تتكثر الملحة تموت عليها ولكن ما خصهاش تاكلها صافي. غنستعمل هكا حتى نكمل كاملين وغادي نوري لكم. يلا سير الله امي دارت الملحه، دارت الخرقوم، دارت السكينجبير في الطاجين، دارت شويه ديال البابريكا ولا تحميره حلوه هذه ما حراش. شنو ثاني؟ هذا الشيء اللي عطى الله القرفه عندك. القرفه عندي راه القرعه ديالها راه هذيك. هادو نحيدهم؟ نحيدهم. دارت شويه ديال القرفه. قولي اش بغيتي نعطيك؟ صافي كوب عالزيت. الزيت ها هو، هز راسك دير القياس ديالك اللي بغيتي ديال الزيت. هيا دير الزيت امي. دارت الثومه، قزبر، شنو ثاني؟ تحرك هاد الشيء. الطاجين ديال امي اليوم هي اللي ناصبه. رصيت لك على اللحم صافي، اللحم غادي نحطو نفرملو الخلطون نجيبو هنايا. نجيب لك اللحم هنا. ها راه اللحم، ها كي جاك امي اللحم دابا شويه راه دخل، شويه دخلو طياب. هاكم قاصح ياك؟ المهم الا جاكم اللحم قاصح ولا شي حاجه، دي الطريقه اللي ديروا ليه. حنا خفنا لا نبقاو يعطلنا في الطاجين. ها هنا وراه يلا بديتي يدخلوا الطياب، دخلوا شويه. غتوضعوا امي كله هنايا وغتمارينيه في هاد المريقه بحال هكا امي ياك غتقلبيه فيها. انا هنا تنقرص وخليت امي تدير في هذاك اللحم تتماريني فيه مزيان. هزت منو حتى داك المراق ديالو، تتهزو من الفوق وتديرو هنايا. صافي درت لي الثوم عاوتاني من الفوق الربيع صافي. امي نديرو في البوطه يلا ديري صافي. غنهزو هكا ودرت لي القصديره هنايا، غادي نوضعو ليها هنايا هكا هاد الشكل. واش غديري لي داكشي الاخر دابا ولا بلاتي؟ غندير البصله. البصله يلا سيري هكا. ها هي امي غدير لهم دابا البصيله هنايا. فيلا دار فيلا تقلى، قالت لي خليه مجهد بلا باش يتقلى. ها البصيله دارته ودارت عليه عاوتاني شويه ديال الربيع، غنسدو على كلشي ونخليوه صافي. هذا الشيء اللي دارت الطاجين غنخليوه يغلى شويه امي عاد نجيو ليه، عاد نديرو ليه الفوق. يلا هنا امي دارت واحد شويه ديال الزعفران في واحد الكويس ورقداته في الماء، وهي تخويه دابا من الفوق هنايا وتتشلل في داك شويه اللي بقى في الكاس وتتخويه عاوتاني الفوق. المهم الماء والزعفران صافي، والقوق دابا غنبداو نستفوه الفوق هنايا في الطواجين كيف ما تشوفوا معنا هكا صافي. من بعد ما استفاتهم كاملين وغطيتها الجلبانه،
جلبانه تتهز عاوتاني وتتحطها فوق ديك القوقات تتعمرهم من الفوق بهذا الشكل هذا، وتتهز داك المعرق مع الجناب وتتعمر وتتحط في هذوك القوقات، تتعمرهم كاملين باش يتنسمو ليها بهذاك المعرق. وانا قرصت الخبيزات ديالي ها هما كملتهم كيف ما كتشوفوا معايا هكا، وغطيتهم بالمنادل وخليتهم هنايا باش يخمروا ليا مزيان. غنبدا نتقبهم هذوك ديال امي، تنتقبهم جوج مرات دوك المسوسات، ورجعت للطويجين عاوتاني وتنهزو تنفتحو وتنبدا ندير داك المرق عاوتاني على القوق. كل مره درتو ماشي ثلاثه المرات، المهم مشات بركات، وانا شي ثلاثه المرات كنحل الطاجين وكندير ليه هكا تتنسم مزيان، جا زوين هذاك القوق، شرب كاع داك المريق صافي. وانا هنايا قطعت على واحد مطيشات والخص رققتو تاهو مزيان، والفجل والخبز طيبته ها هو خرجته من الفران. غنوري لكم الخبيزات جاو ما شاء الله فنين، شوف كي جاو حمرين كل عديقات بلا سكر بلا حتى شي حاجه عاديين. داكشي درت غير الخميره والملحه والماء صافي. وهنا وجدت الصوينيه، قلت لها جاوبتي اخر بريده ديال اتاي بعدا قبل ما يتغدى، وحطيتها هنايا حتى هي وصافي. خرجت الخبيزات ديال امي حتى هما ها هما جاو مخالفين، درت ليها الدقيق هي مع دوك الزرارع كما قالت ليا، وانا درت لينا حنايا غير الزرارع هكا باش يبقاو النيت باينين ليا، وخا تقبتهم من الوسط جوج ثقبات باينين بالفرشيطه. ها انتم شفتوا الشكل ديالهم طويجين فين وصل مزيان. ها انتم شوفوا شوفوا ما شاء الله صافي. طفيتي عليه ما تتقالت لي في الجناب ديالو، شوفوا شوفوا ما شاء الله شفتوا هاد مزيان تعلق عطني صافي. دابا نغطيه ونخليه واه صافي. رطفيت طفيتي دوك يشرب اه صافي. الخبيزات راه واجدين، ها خبيز كمي ها ها الخبيزات هادو ديالنا هادو ديالك. هاد درت لهم الدقيق كما قلتي لي، درت الدقيق مع الزرارع قالت لي امي ديرهم، وتقابتهم جوج تقبات من الوسط بالفرشيطه باش نعقلوا عليهم. المهم هادو جات، هاد الاخرين راه ديالنا تسناو دابا غادي فين تيوصلوا. هنا الضياف وصلوا شربوا اتاي نط صافي، وصل وقت الغداء باش غادي نوجدوا هذيك الشلاضه اللي درت ديال المطيشه والخص والفجل. غا هادو ثلاثه ديال المكونات، درت لهم مليحه وشويه الزيت قطعتهم خلطتها درتها في طبيصلات، حطيت الطويجين، درت الشلاضه ديال السبانخ هي حطيتها حتى هي هنا، الخبيزات هما هادو ايوا صافي. غادي نغديو الناس وراكم عارفين من بعد الغداء درت عاوتاني واحد الضيف وجدتهم البارح، البارح بالليل درتهم غا تيراميسو بالفريز، هي جات زوينه درتو بواحد الطريقه زوينه. البيض طيبته، جا البيض طيب درتو بتيرموميكس بالحق باش ما تكونش مجهد ما كيضر ما حتى شي حاجه البيض الخضر اللي عنده مشاكل مع البيض الخضر وداكشي صافي. كلينا عاوتاني الديسير من بعد الغداء كيف ما تشوفوا معنا هي هكا، ايوا جلسنا تجمعنا شويه غادي نوري لكم الجديد. انا لقيت نعطيك تيتي يجيك الخير امي. شوف امي شنو هذا كزيف هانا هانا ديال الكريب. هنا السيده مسكينه غادي نشكرها شكر كبير، لان جات جا بعيده ضربات مسافه ديال الطريق مسكينه وجابت لنا حتى الهدايا، وما حنا تراسا مردوها لها في الافراح ان شاء الله. شوفوا معايا مسكينه جابت لنا، ها انتم اختاروا اختاروا شوفوا معايا غنوري لكم كلشي. هاد الشيء اللي غتشوفوا معايا ماشي تيتباع هكا ولا شي حاجه، هي شريتو من هنا من ايطاليا وداتو المغرب، وكتخيط ليها السيده وكتصيفط ليها. ها نتوما التواب زوينين رطبين، التواب حريريين فنين، داك قطني داك القطن الرطب، وكاينين واحد الاخرين ملسين راه فيهم وفيهم هذوك الاتواب، اغلبيه ديالهم دوك الرطبين راه فنين بزاف. الاتواب ديال هنا زوينين، وداك الشيء مخيط رائع الصراحه زعما، وداك ايفازي مخيطين يعني محكومين. اللي بغات تلبس في هذا الشهر الكريم سيدنا رمضان، ها نتوما شوفوا معايا هذه اللي لابسه انايا شحال عجبتني هذه الصفره، هذه مفتوحه مقاتني مع محكومه ويعني زوينه في اللبسه ديالها عجبتني بزاف، يعني ماشي شي حاجه اللي تجرجركم ولا تعفنكم ولا اليدين. شوفوا اليدين محكومين كلشي مقبوطين، يدياتهم فنين والتواب ديالهم زوينين بزاف ماشي غير شويه والله الا عجبوني. المهم نخلي لكم الرقم ديال الاخت هنايا، اللي بغات اي حاجه تواصل معها تصيفط لكم حتى للدار ديالكم اي حاجه عجباتها تسكريني هاد لي فوطو ديالي انايا هنايا. راه كل وحده درتها كنلبسها وكنوري لكم لا فوطو ديالها الفوق باش اللي بغات شي حاجه توريها ليها. وجابت لينا عاوتاني البخور الله يريحها في الجنه، ها نتوما قمه ورغبه ورده يا عفوا هذا
زوين. هذاك قيمه راه جربته قبيله ملي مشاو داكشي، بقات ريحه الغداء وداكشي تبقى ليا في الدار ملي كنطيب طاجين. دائما انا كندير بخور لا درت الحوت ولا شي حاجه فنين. وهذا زوين بزاف للشعر، هذا خاص بالشعر، واحد الريحه كديري درتو في الحمام قبيله ملي مشات، قلت نجربه تترشي تلقي شعرك وترشي عليه بحال الريحه كتبقى فيه زوينه. وجابت لينا هاد لابلون تا هي زوينه، الله يجيها الخير والربح، ما نردوه ليها في الافراح ان شاء الله. خليكم الرقم ديالها وتواصلوا معها. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك وبارطاج.